رمي في حاجه، الحكم بيبقى متعمد في الاخطاء؟ لا مش متعمد، ما اقدرش اقول ان هو متعمد كده براءه، يبقى كده تمام. لا معلش، ما يعني ايه تعمد الحكم في ان هو يخسر فرقه او يكسب فرقه؟ مش موجود. خلاص تمام. لكن أيوه. في جزئيه صغيره بس انا مصر عليها، ان بيبقى في نوع من الميول شويه للون، فدي ممكن تاثر. يا كابتن بس الاهلي الاهل بيلعب مع اي فانيلا غير الابيض هيميل فين يا كابتن؟ معلش واحده نرجع واحدة. تاني بالذاكره. ايوه نرجع تاني بالذاكره، مباراه الاسماعيلي والاهلي في الجونه، جهاد جريشه ضربه الجزاء، ولا دي مش ضربه جزاء؟ تمام خلاص. شريف رشوان في مباراه الاهلي والاسيوطي. طب الاهلي بيتضرر من الحكام ما بيستفادش منهم؟ طب ناخد التشكيل عقبال ما حضرتك تاخد القرار. لا انا واخد القرار. طب ايه هو القرار؟ انا واخد القرار. قول لي الاهلي استفاد من الحكام، اديني مثال. تمام. طب اخد التشكيل سريعا. ده تشكيل. طب معاك حاجه تاخد فيها بس الاول؟ تشكيل وادي دجله. حضرتك هتصرف انا يا كابتن.